لازم كنا بنتكلم قبل الفصل على الاسباب اللي ادت الى هبوط الجونه. يعني الجونه بص يعني إيستن كومباني عنده اسبابه ده سيئه، 7 ماتشات هزايم وتعادلات. الجونه ما كانش عنده الحته دي، ما اعرفش يعني فكره التغيير كانت ليه، لان رضا شحاته والفرقه كانت ماشيه بشكل كويس، كانت من 10 الاوائل يعني، حتى ما فيش اي تنديق ان هي هتنزل ولا فيها اي مشاكل تماما. ولكن واضح ان اكيد كان في مشاكل ما بين رضا وما بين اكيد الاداره، لان النتائج طبيعيه جدا بالنسبه لنادي الجونه، هو لا بينافس على الدوري ولا بينافس على المربع ولا في الهبوط. ايوه فانا ما اعرفش التغيير دي، وكانش من وجهه نظري تامر مصطفى جه كان هو ماسك المقصه. تامر اتظلم لانه برده جاي في وسط الموسم ومش عارف حاجه، فما كسبش تقريبا ولا ماتش، تعادلش غير ماتش واحد، كان اعتقد كان عنده ماتش اللي اتعادل فيه ومشي، كان مع الاهلي تقريبا. هو الماتش الوحيد اللي اتعادل، باقي كان كله خسارات. وبعدين جه بعد كده كابتن طلعت متهيألي بعد كابتن طلعت يوسف جه في الاخر. فالامور بقت صعبه جدا على نادي الجونه، لكن هو ما كانش في حاجه الى التغييرات دي كلها. نادي مستقر دايما ماديا، مستقر اداريا، عنده فاسيلتيز كويسه جدا. فعشان كده انا يعني بجد من الانديه اللي زعلان عليها فرقه الجونه، يعني ان هي بتمثل شكل معين في الدوري مختلف عن الاخرين، وما كانش عنده مشاكل. ففكره التغيير انت لازم عارف انت عايز تغير ليه وايه اولوياتك. هل انت عندك مشاكل مع مدرب؟ طب اولوياتك انك تمشيه وتجيب حد تاني، ولا السنه لغايه لما الموسم يخلص وبعدين تشتغل على فكره موسم جديد مع حد تاني؟ لان الواضح ان التغيير دي هي اللي حصلت المشكله في نادي الجونه يعني. ايوه.